لو انا بقى بدي مثال على كده، ببص دلوقتي للبرين ايمج، يعني باخد سلايس في البرين، لو انا عملت بروتون دنسي ويتنج بيطلع لي الصوره دي، لو عامل تي 2 ويتنج يطلع لي الصوره دي، لو عامل تي 1 ويتنج يطلع لي الصوره دي. زي ما احنا شايفين كده في كونتراست يعني غريب جدا بين الحاجات دي وبعض، يعني الاقي هنا مثلا تي 1 ويتنج اولموست الحاجات كلها زي بعض ما عدا الايه سي اس اف، الحته اللي هي في النص في الفنتريكلز بتاعت البرين دي، والاماكن اللي حواليه وذين الجايراي اللي موجوده هنا دي، هلاقي كل الاماكن دي الحقيقه لونها اسود يعني فيها سي اس اف. هنا في تي 2 ويتنج هلاقي ان اكشوالي الاماكن اللي فيها سي اس اف لونها ابيض مش لونها اسود زي دي. اوكي، الاماكن اللي في البروتون دنسي هلاقي ان يعني جزء من الاماكن اللي فيها الفنتريكلز دي بيبقى لونها ابيض، وهلاقي برضو ان الجزء بتاع مثلا الوايت ماتر هلاقي لونها ابيض برضو، هلاقي جراي ماتر لونها اسود. فاحنا بنبص مثلا بين البروتون دنسي والتي 2 ويتنج دي ممكن نلاقي في كونتراست الحقيقه، يعني شكل الصوره اكن حصل تغيير في الـ اكنها ريفرس فيديو، لان هنا شايفين ان في بعض الحاجات هنا بلون وهنا بلون مختلف تماما، يعني هنا مثلا الجزء دوت هنا مختلف شكله مختلف تماما، ونفس الكلام هنا كل الحاجات هنا بقت قريبه من بعض ما بقتش مختلفه عن بعض. فزي ما احنا شايفين كده نفس المكان بالظبط هو باختلاف الكونتراست ممكن يطلع لي حاجات مختلفه تماما. على فكره الجزء اللي بره خالص ده اللي هو تي 1 ويتنج في التي 1 ويتد ايمج لونه ابيض، ده عباره عن الفات، علشان باي ذا واي ده في فات لاير كده موجود عندنا اللي هي قبل السكرين على طول، دي بيبقى يعني واحده من الحاجات الحقيقه بتبان لنا كويس قوي في التي 1 ويتنج. فاحنا برضو زي ما احنا شايفين هنا الفات لاير دي مش موجوده هنا خالص اصلا، مش شايفينها ولا هنا، مش باينه قوي هنا، موجوده في البروتون دانسي شويه بس مش يعني في التي 2 ويتد مش باينه قوي الحقيقه، هنا شكلها بروميننت وهنا شكلها بروميننت. فنلاحظ ان في بعض الكونتراست يعني ميثودز بتبين لنا حاجات، وبعض بعض الطرق الثانيه بتخلي الحاجات دي فعلا مش باينه. فبيبقى عندنا عاده في البروتوكولز بتاعت الايمجنج بتاعت الام ار اي، هلاقي عندي مثلا لو انا بصور المكان الفلاني في البرين مثلا عشان ابص على كذا، بيبقى عندي عاده كذا بروتوكول، وكذا بروتوكول معروف ان هم بيبينوا لنا كذا، يعني كل بروتوكول من دول بيبين لنا كذا. فعاده الدكتور بيستعمل الحاجات دي على طول او التكنيشن بيستعمل الحاجات دي على طول علشان ما يتعبش نفسه يقعد يفكر بقى اخد يعني ايه شورت وايه اللونج والحاجات دي كلها، لا بيبقى في بروتوكول على طول جاهز الحاجات دي. لو انا مثلا عايز اعمل اصور فاسلز مثلا، يبقى معنى كده انا عايز ابص على حاجه شكلها مثلا زي البلاد مثلا او زي يعني H2 قريبه من H2O، فمعنى كده بيبقى في برضو كونتراست ميكانيزم يسمح لي ان انا ابص على الحاجات دي بشكل واضح، بيبقى عاده تي 1 ويتنج عشان تبان لنا بشكل واضح. ففي بعض الحاجات الحقيقه بتبان لنا زي ما بقول في كونتراست معينه بتبان احسن بكتير قوي من انواع تانية من الكونتراست. مثال تاني برضو، يعني ببص مثلا على حاجه هنا تي 1 ويتد وحاجه هنا بروتون دنسي ويتد، الجزء اللي لونه ابيض ده بلاد فيسل. اوكي، شايفين الفرق بين ده وبين ده هنا باين قوي لان كونتراست الحاجات اللي حواليه شكلها اغمق منه فباين قوي عن هنا. لو بتكلم برضو على حاجه زي مثلا السي اس اف اللي موجود عندنا في السباينال كورد، هلاقي برضو شايفين هنا الكونتراست بتاع في البروتون دنسي عامل ازاي، في تي 1 ويتنج عامل ازاي. لما ببص مثلا على تي 2 بقى برضو بتاع نفس الحاجه، هلاقي ان شكله مختلف تماما زي ما احنا شايفين هنا كده. اوكي، لما بتكلم مثلا على نفس الصوره هي بتكلم على التي 2 ويتنج نفس الكلام، تي 2 ويتنج الاقي برضو البلاد فيسل الموجود هنا شكله مش باين برضو هنا هلاقي في تي 1 ويتد ايمج اي نقطه لونها ابيض كده بعرف على طول انها فيسل. اوكي، ففي بعض الحاجات الحقيقه بتبان لنا بشكل واضح جدا وبتفرق معانا جامد جدا ان احنا نستعمل لها الكوركت كونتراست واحنا بنعمل لها تصوير. مثال تاني برضو، في عندنا هنا مثلا ورم، اوكي ده في هنا ليجن فيها مشكله، الليجن دي لما صورناها بتي 1 اولموست الكونتراست اللي جوه شبه الكونتراست اللي بره، مفيش اختلاف كبير، لما اتصورت بتي 2 لا ده شايفين الفرق عامل ازاي، يعني واضح تماما الاكستنت بتاعها، لان هنا كان شكلها ان في حاجه بس جواها دنيا نورمال، لا هنا شكلها ان مش نورمال. اوكي، ففي مشكله هنا واضحه في الجزء دوت. نفس الكلام هنا برضو في ليجن، اوكي الليجن دي ما بانتش غير في تي 2 كونتراست، الليجن هنا شايفين شكلها مش باين ازاي الجزء دوت، هنا شكل الليجن دي بقى واضح تماما ان في حاجه وحجمها والاكستنت بتاعها بقى واضح جدا والباوندريز بتاعتها بقت واضحه جدا في الايه في تي 2 كونتراست. بتكلم برضو على حاجه شكلها هنا كده، شكلها في الصوره بتاعت تي 1 دي شكلها كانها فيسل، شكلها هنا كده لو بصيت عليها كده ممكن افتكر انها بلاد فيسل باي سبب من الاسباب، يعني لما ابص عليها في تي 2 الاقي لا حاجه مختلفه تماما.
فالحاجات دي حاجه بتفرق جامد جدا، لان انا مثلا لو في عندي هيماتوما مثلا جوه البرين، لو في حد حصل له ستروك مثلا ولا حاجه، ممكن يبقى في مشكله ما تبانليش في الكونتراست مثلا تي 1 تبان لي في تي 2. فعشان كده مثلا لو الناس بتعمل سكاننج عشان الستروك، بيبقى تي 2 كونتراست بيبقى ممتاز جدا عشان الناس تقدر تبص عليها بشكل يعني يقدر يبين حاجات ما تظهرش في كونتراست ميثود ثانيه.